هذه الأثناء سواء عبر تردداتنا أو حتى من خلال متابعتكم لنا عبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى تويتر وعلى الإنستغرام، متواصلين معكم والحديث طبعا عن هيئة التخصيص والشراكة. تكلمنا يمكن بشكل وضحنا فيه الفكرة العامة وذكرنا بعض النماذج في الشراكة. ننتقل الآن دكتور، واسمح لي أجدد الترحيب بك طبعا من خلال برنامجنا، عن التخصيص. يعني من خلال حتى الأمثلة اللي تمر علينا في البرنامج عندما نناقش مثل هذه المواضيع، دائما الخصخصة والتخصيص في خدمات أو مشاريع تقدمها الحكومة شوية يرعب الناس أحيانا، أنه والله التخصيص معناته نحن نبيع أصول البلد، نحن نبيع أشياء أخرى. نوضح للمستمع والمشاهد يعني المفهوم البسيط للتخصيص، ما هو التخصيص؟ إن شاء الله أحاول أيضا أبدأ بصورة عامة، عن يعني بدون ما أدخل في كثير من الفلسفة بالتطور البشري، يعني مع يعني الوقت مفهوم الدولة بدأت أيضا تتشكل وتتطور، إلى أن في بعض الاقتصاديين الفكر الاشتراكي والشيوعي والاقتصاد الحر. طبعا احنا بالنسبة لنا في عمان يعني نهج اقتصاد حر يعطي مساحة للقطاع الخاص يقدم أفضل ما عنده وفق تشريعات وضوابط، يعني مش حر يعني بدون ضوابط ومحاسبة ومراقبة. بالتالي من هذا المنطلق مع الوقت تراجع دائما أي حكومة في العالم إيش الخدمات أو بعض الشركات اللي أسستها لحكمة معينة في مرحلة معينة، ولكن نبدأ نتخارج منها سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، خلال بيع حصتنا للقطاع الخاص، سواء كان من خلال الطرح العام، يعني أي مواطن ممكن يشتري أسهم فيها، أو طرح خاص يعني شريك استراتيجي. هذا الفكرة طبعا كثير من الناس عندهم كذا شعور سلبي تجاهها، وكثير يفهم أنه أيضا مرة أخرى ما في شيء أبيض وأسود، في أشياء إيجابية وفي أشياء سلبية حسب كيف ممكن تنفذ مشروع التخصيص. وين تنفذه وكيف تنفذه. ولكن الأصل أنه الحكومة تركز على الخدمات الأساسية اللي معنية بتقديمها للمستفيد أو المواطن أو المقيم. لكن في بعض الاستثمارات في بعض الشركات اللي بدأتها يمكن إدارتها، كفاءتها في الإدارة، حوكمتها ضعيفة، بالتالي المستفيد يجد خدمة أيضا أعلى تكلفة أقل جودة. فالمنطق التخصيص من هذا المنطلق، أنه إيش الشركات اللي حاليا تحت ملكية الحكومة بشكل مباشر اللي ممكن نبدأ نبيع حصتها، كم هذه الحصة ومتى وكيف نبيع، هذه الأسئلة اللي تطرح في التخصيص. فبالتالي في مستويين من القلق، مستوى المستهلك المستفيد طبعا يخاف أنه هل الخدمة هذه معناته بتزيد تكلفتها، هل أنه حتكون جودتها أسوأ. وفي أيضا المعنيين اللي بيشتغلوا في هذه الشركة، وهذا لا حقهم يعرفوا طيب وأنا كيف وضعي حيكون إلى آخره. القوانين السابقة، يعني إحنا بدأنا في 96 بالمرسوم السلطاني رقم 42-96، اعتمد سياسات وضوابط التخصيص، ومن ثم تطور إلى مرسوم 77-2004 بإصدار قانون التخصيص، إلى أن مؤخرا قبل عام بالضبط تقريبا صدر مرسوم 51-2019. الحقيقة اللي يقرأ القانون واللائحة في عدد من الضوابط اللي تحمي حق الكل، الموظف اللي ممكن يتخصص هذه الشركة، أو التأكد من إجراءات التخصيص بحيث أنه الحصيلة أو النتيجة تكون أفضل مش أسوأ. بمعنى يعني إحنا طبعا في السابق بعنا حصة 12% من أسمنت عمان، و في يعني 2003 مطاحن عمان تقريبا 9%، عمان تل على مرحلتين 2005 و2014 إلى أن تقريبا بقت حصة الحكومة حدود 51%. وأيضا استمرينا في قطاع الكهرباء، وممكن بتطرق للعمل الهيئة بس كفهم عام. الهدف من التخصيص هو أنه لما تكون هذه الشركات أدائها ما بالمستوى وحوكمتها تحتاج تحسين، وقد يكون في تقنيات احنا ما نملكها، اذا دخلنا شريك استراتيجي معنا من المتخصصين في المجال انه ينقلها الى نقله نوعيه، بالتالي حققنا الاثنين، المستهلك استفاد ان شاء الله جوده افضل والسعر افضل،
الحكومة ابتعدت عن تحمل مسؤولية إدارة هذه الشركة اللي يمكن ما عندها القدرة على تديرها ولا تتحمل تبعات خسائرها لا سمح الله أو التزاماتها، وفي المقابل أيضا الموظفين اللي موجودين حينتقلوا إلى مستوى أعلى من التطوير والتدريب والقدرة على هذا. طبعا في الوضع المثالي اللي نسعى له، بالتالي التخصيص ما يعني برنامج في العالم كله، مش ابتكار عماني، وفي توجه عالمي إلى التخصيص المدروس، مش التخصيص الشامل بدون أي مراعاة للتبعات الاجتماعية والاقتصادية. لكن دكتور وش تعليقك على اللي يقول أن الحكومة تبيع أصولها وتخصص بعض الشركات لما تحتاج فلوس؟ يعني إذا عندنا أزمة اقتصادية ومالية معينة نحن نروح نبيع، ويعني في أمثلة يعني دكتور، نحن بعنا أصول لشركات يعني يبدو أنها هكذا ناجحة ومربحة. صحيح، هو يمكن أرجع إلى الفكرة. أولا الضغط الاقتصادي والمالي أنا أشوفه صحي، يعني انخفاض أسعار البترول خلتنا نراجع أيضا كثير من أمور عملنا. ما معناته اللجوء إلى التخصيص أو الشراكة بالقطاعين في ظل الأزمات المالية يعني أنه إحنا مضطرين؟ بالعكس، أنا أرى أنه خلتنا نكون أكثر جدية في الخيارات اللي تحسن من تنشط من اقتصادنا. طبيعي أنه كثير من حالات التخصيص هو أحيانا للحصول على حصيلة السيولة هذا لأن تذهب إلى شيء آخر أكثر إنتاجية للبلد أو تسديد التزامات أو جزء من مشاريع أخرى تنموية اللي ممكن تحتاجها البلد. ولكن ما هو الدافع الوحيد؟ يعني الدافع الرئيسي ما فقط، يعني لو كان كذا فقط فهو مش صحي، ولكن الهدف منه أيضا أنه أداء المؤسسة لازم يتغير ويتحسن، أنه التزاماتنا إحنا كحكومة تكون وفق من خلال الضرائب، نأخذ على هذه الشركة الضرائب، يعني نعطي مساحة للحوكمة تكون أعلى وأفضل. فلما نقول في الماضي هل كل مشاريع التخصيص كانت يعني ممتازة وناجحة، حقيقة هذا نتركه للباحثين. ما أنا حقيقة أقول لا، في مساحة للتعلم وتعلمنا من تجارب الماضية، ولكن أيضا في المرحلة القادمة عندنا الآن الجهاز العماني للاستثمار آلت له تبعية كل هذه الشركات اللي كانت مسجلة في وزارة المالية، بالتالي الجهاز باشر مباشرة الحقيقة تحت يعني إشراف وقيادة معالي عبد السلام مرشدي في مراجعة كيف ممكن نحسن من حوكمة الشركات، كيف ممكن يكون في بعض الاندماجات مثل ما سمعنا في شركات القطاع السمكي. وأحنا بنشتغل معهم في أنه نبدأ نقول من هذه القائمة الشركات اللي بالفعل يحتاج نبدأ نخصخصها بسبب أدائها، بسبب ممكن نحسن من أدائها. لأنه أنت بالنهاية يمكن في لبس عند الناس في أحد الأمثلة المبسطة اللي حطرحها، يقول أنت لما تخصخص مثل اللي يبيع يعني عنده يعني فيلا يبيع دور ونص دور ويجيب حد غريب مع البيت، أنا أقول لا، إذا أقول ما فيلا أقول بناية، وأقول له مش صح، هذا صح إذا عملناه هذا خطأ. ولكن هو الهدف من البناية هذا لما أنت تبيع، إذا كانت البناية هذا دخلها 100 ريال في الشهر لأنك أنت ما عارف تديرها ولا قادر تصينها وصيانتها سيئة وبتجيب لك أسوأ المقيمين مع كل احترامي من حيث المحافظة على المبنى، ولكن أنت بعت نصف من المية، جبت حد يفهم في العقار وحسن تحسينات بسيطة في المبنى وجاب تقنيات، قدرت ترفع الإيجار إلى 200 ريال بدل 100 ريال الآن مثلا للبناية من باب التبسيط، وقدر يجيب لك أيضا يدفع ضرائب لأنه زاد دخله، وحافظت على نسبة معينة مقابل أيضا تحسين الخدمة وزيادة الدخل. فما بالضرورة أحيانا بالمفهوم السوداوي أو السيء للتخصيص، بالعكس أعتقد الجانب الصحي أكبر، خاصة لما نرى أنه في التزامات مالية إحنا في غنى عنها لشركات إدارتها ما إدارة يعني عالمية وإدارتها على مستوى يليق بإدارته، أيضا نعطي مساحة للطرح العام للمساهمين، نحرك أيضا سوق مسقط في اللي حابب يدخل في يعني مساهمة في هذه الشركات. بالتالي موضوع التخصيص يعني ما بالضرورة سلبي، بالعكس جوانب الإيجابية أكثر، وأيضا ليس يعني معمم على كل الشركات. لازم لهالسبب حقيقة بدأنا شيئين، يعني برنامج العام للتخصيص، وفي مشاريع تخصيص مستعجلة اللي هي بعضها بدأ قبل حتى مرسوم الهيئة وبعضها مستمر. ممكن أوضحها في حسب الوقت. يعني دكتور وش أهم مشاريع التخصيص اللي الآن تشتغل عليها الهيئة؟ طيب هو يمكن جيد أني أكرر أنه في مسارين.
في مسار حسب القانون أنه على الهيئة إعداد برنامج عام للتخصيص. البرنامج عام للتخصيص هذا يحدد من قائمة الشركات اللي الحكومة تملك فيها حصص، هذا الشركات اللي نقترح خلال 5 سنوات مثلا القادمة تخصيصها، هذا النسب المتفاوتة اللي نقترحها، وهذا هي الآلية. نستبعد مثلا الطرح الخاص الطرح العام، وهذا يعتمد من مجلس إدارتنا ثم مجلس الوزراء المقوقر. من يعتمد مجلس الوزراء يصير التنفيذ من خلال الهيئة. طبعا هذا المسار، هذا البرنامج بدأنا وحياخذ على الأقل بعض الأشهر حتى ينتهي، ويعتمد يمكن يأخذ الوقت، ومن ثم ننفذه إن شاء الله في الخطة الخمسية القادمة. ولكن أيضا إحنا ما بننتظر حتى البرنامج العام يعتمد بشكل نهائي، هناك أيضا أولويات حددتها الحكومة سابقا، قطاع الكهرباء وبعض الشركات الكهرباء، وأيضا في قطاع حقيقة ما معلن بعد ونعلن قريب، لكن في قطاع النقل، وأيضا في قطاع الطاقة النفط والغاز. بالتالي حنعمل بشكل متوازي، نسميه المسار السريع اللي تحددها الحكومة كأولوية، ونبدأ نعمل إجراءاتنا في موضوع التخصيص وناخذ الموافقات. ولكن طبعا هذه المشاريع اللي هي متقدمة إلى حد ما في قطاع الكهرباء حددت مسبقا النسب، وهناك أيضا شريك استراتيجي ممكن يحسن ويجيب تقنيات في هذه الشركة، بحيث أنه إن شاء الله نرى تأثيرها على الأسعار، تكون إن شاء الله أسعار وتخفف على الحكومة أيضا الدعم، ولكن ما يتضرر بإذن الله المستهلك بأي شكل من الأشكال. فهذه المشاريع اللي هي مسقط لتوزيع الكهرباء الآن في الطريق، أتوقع هذه مراحل متقدمة في تخصيص هذه الشركة. نعم، هو طبعا الظروف نعم عذرا بس الظروف الاستثنائية اللي بدأناها من بداية العام والكوفيد حقيقة سوى كثير من التحديات، ولكن مستمرين فيه، وإن شاء الله عسى يكون هذا المشروع القادم أيضا مدروس بطريقة نرى استفادته وثماره خلال السنوات القادمة. نعم. وهناك أيضا مثل ما ذكرت شركتين ما معلنات بنعلن عنهم قريب، اللي بدأنا إجراءات الأولية لدراسة، فلما ندرس تخصيص لازم نسأل أنفسنا إيش هي النسبة الصحيحة، من وليش نريد شريك استراتيجي، وهذه الأسئلة من يعني نتفق عليها، نبدأ إجراءات الطرح، وهي 8 مراحل حقيقة. نعم. هذه الشركات في أي قطاع دكتور؟ في شركة في قطاع النقل وقطاع الطاقة. قطاع الطاقة. يعني نعم النفط والغاز. هل هناك نية لتخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الآن مؤسسات حكومية؟ جيد هذا السؤال أخ عبد الله، لأنه في قانون التخصيص في خطوة ما قبل التخصيص لبعض الجهات، بمعنى مشاريع التحول إلى شركات، هو هذا المسمى. هي لما تكون في دائرة أو مديرية أو وزارة عندها بعض الخدمات اللي حاليا هي تقدمها، أنه يمكن ما عدو عملي أنه تستمر في تقديمها، وأنه حان الوقت أنها تصبح شركة، ومن ثم تخصص جزء من الشركة أو كل هذه الشركة. هذه مشاريع التحول إلى شركات في خدمات مرتبطة بوزارة التقنية والاتصالات، في خدمات مرتبطة بوزارة المياه، في خدمات أو عفوا هيئة تنظيم المياه ويعني مدير العامة للمياه في ظفار، في خدمات مرتبطة بالبلدية. هذا حاليا تقريبا 7 مشاريع في مراحل دراسة ما قبل التخصيص، إنه هل تصلح نحولها إلى شركة من ثم تخصص كمرحلة تمهيدية. يعني قبل لا تخصص هذه الشركة هي بتكون شركة حكومية بشكل مؤقت جدا، لأنه إحنا توجه إنه نقلل من الشركات الحكومية. ولكن مثلا أنت حاليا تمهيد وزارة يعني. تمهيد يعني على أساس تقدر تعمل وفق الإجراءات، وأيضا تبدأ تهيئها بحيث إنك تجيب لك أكبر قيمة في السوق في حال وجدت مستثمر يعني ممكن يطورها إلى المرحلة الثانية. نعم، فيعني من ضمنها سوق مسقط الأوراق المالية على أساس من مديرية إلى بورصة شركة لإدارة الأسواق المال، وهذا يعني تحت إشراف هيئة سوق المال من ضمن المشاريع. وفي إعادة هيكلة قطاع المياه بحيث أنه بإذن الله يكون هناك منظم واحد وقانون جديد في الطريق، وأيضا الشركات للمياه على نمط يعني تجربة، يعني بإذن الله يعني في دروس مستفادة من قطاع الكهرباء،
ولكن تبدأ مراحل تخصيصها وفق مرة أخرى، لأن هذه خدمات أساسية حقيقة. نعم. وتمس يعني البنى الأساسية وفق تشريعات مشددة وواضحة. نعم. وضوابط، بحيث أنه ما يكون في أي ضرر على المستهلك. نعم. والمستفيد. دكتور، هل توجد أمامكم الآن أمثلة ناجحة في مجال تخصيص الخدمات حاليا عندنا في السلطنة؟ والله أنا حقيقة مرة أخرى يعني ما حابب أعطي تقييم، لأنه هذا وأدعو حقيقة الباحثين في الجامعات بالباحثين مراكز دراسات اقتصاديين على أنهم يقيموا تجربتنا. نعم. وإحنا كهيئة ناويين في مرحلة معينة أنه نقيم تجربتنا بالنسبة لتخصيص الخدمات السابقة، يعني مثل ما ذكرت مطاحن عمان مثلا من الشركات اللي في البدايات السبعينات والثمانينات الحكومة كانت حقيقة هي وراء تأسيس كثير شركات مهمة، مع الوقت بدأت تبيع هذه الحصص، هدفها أنه تكون في تحسين في الخدمة وتطور وابتكار وتنويع. يعني ما حبيت أعلق، بس يعني في تجارب جيدة وفي تجارب ما حققنا الطموح اللي نريده. نعم. ولكن أنا أعتقد أنه مرة أخرى على سبيل المثال دخول عنصر أجنبي، أو أجنبي بمعنى غير عام خاص، يعني عماني أو عالمي أو محلي، عادة يعمل نوع من مثل ما يقول الأجانب check and balance، يعمل نوع من الضغط في الحوكمة وفي الضوابط. أعطيك مثال ما له علاقة بالتخصيص والشراكة بالقطاعين، يعني مشروع أكاديمي الطيران، وجود إيرباص معنا في مجلس الإدارة يزيد من حرفية في إجراءاتنا الداخلية في ضوابطنا، بحكم أنه هذه الشركة عالمية عندها ضوابط ومعايير معينة في العمل ما صحيح. تقبل غيرها. فهذا الهدف أيضا من التخصيص، أنه لما تدخل وتبدأ شوية ضوابط أكبر، في محاسبة أكبر، في أداء إن شاء الله أفضل، وتعمل نوع من النظام اللي يعمل لك يعني حقق النتائج اللي نريدها، يعني نقص تنقص السعر وترفع الجودة. هذا في النهاية بشكل مبسط هدفنا كلنا كمستهلكين وكمقيمين وأيضا كجهات تريد تقدم الخدمة بأقل تكلفة. يعني نعم. يمكن دكتور من المعروف أن قطاع التعليم وقطاع الصحة أكثر قطاعين مرهقين للميزانية العامة للدولة بسبب طبعا التكلفة الكبيرة صحيح. لمثل هذه الخدمات. هل من ضمن الملفات اللي تدرسوها تخصيص بعض الخدمات في هذه القطاعين؟ لا حاليا لا، هو مثل ما ذكرت حاليا في الشراكة بين القطاعين. نعم في الشراكة، ولكن نعم على نطاق التخصيص حاليا لا. لا. لا أبدا. يمكن بسبب طبيعة الخدمات التي تقدم فيها يعني في هذه القطاعين صعب. نعم يعني الآن الدخول في موضوع أنه المستشفيات تخصخص، وأعتقد في حلول أخرى لإخوة في وزارة الصحة من ضمن خططهم يعني القادمة لمعالجة قضية تمويل النماذج خيارات التأمين الصحي وغيرها. ولكن مرة أخرى البي بي بي ما معالجة لكل التحديات، ولكن على الأقل حيكون في معالجة مباشرة لبعض هذه المخصصات اللي قد تكون عالية في مشاريع التنموية اللي مهمة. الآن احنا بنتوسع الحمد لله عمان يعني في نمو سكاني، وفئة كبيرة من الشباب مع الوقت بيكون في استهلاك أكبر لهذه الخدمات الصحية والتعليمية، بالتالي البي بي بي إحدى هذه الحلول اللي إن شاء الله تعالج جزء من هذا الاحتياجات بأقل تكاليف والتزامات في الموازنات الدولة القادمة. والجميل أن الفرص كثيرة، يعني سواء على مجال الشراكة أو حتى على مجال التخصيص فقط يبدأ العمل عليها، وإن شاء الله راح نجني ثمارها. البعض يتساءل دكتور، يقول لك والله أنت خصصت خدمة معينة من ضمن الخدمات، مرحلة ما بعد التخصيص هل هناك للهيئة دور معين في تقييم ومراقبة هذه الخدمات بعد التخصيص، أو جهات معينة مثلا ماذا بعد التخصيص؟ هو في إذا أرجع للشراكة بين القطاعين، هو في دور أثناء عمر العقد، إذا العقد 25 سنة أو 5 سنة، دور وحدات البي بي بي في العالم من ضمنها الهيئة هو متابعة أداء المستثمر، وأيضا التأكد أنه وفق الشروط مع الجهة اللي هي مختصة، وزارة التربية والصحة. التخصيص أكثر صعوبة، لأن التخصيص أنت بعت صحيح، انتهت العلاقة، بالتالي أنت لما تبيع طبعا في شروط وفي ضوابط، وممكن تعمل لك في مجلس الإدارة، يعني في كثير من الوسائل والطرق للمحافظة على مسار هدف التخصيص. ولكن إذا 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 تخصيص كلي بيع كامل، عاد يتبع عن الآن قوانين أخرى، القانون التجاري والضوابط الأخرى من قوانين البلد واللي تنظم قطاعه أو غيره. ولكن كهيئة ما يكون لنا دور في المراقبة، ولكن إذا جزئي وكان في شروط معينة لدى عملية التخصيص، ف
فنشرف عليها على الأقل إلى أن نطمن كل الضوابط تفق عليها، من ضمنها يعني وضع الموظفين، لأنه هذا الوضع حساس ولازم الهيئة بشكل مستقل تكون عندها قناعة أنه درس بشكل جيد وما ظلم في حد، لأنه القانون حدد ما ممكن لعملية تخصيص أنه الموظف يكون وضعه أسوأ من ما سبق. بالتالي إحنا دورنا هنا ومجلس وزراء الموقع يقر المقترح بالنسبة لوضع الموظفين، ومن ثم نتأكد أنه نفذ هذا الشيء. ما اختلف بعد كم من سنة يعني تناقض مع الاتفاق حول الموظفين. هذا العلاقة اللي تستمر فقط. نعم. أمين السويني تابعنا عبر البيرسكوب في تويتر ويسألك دكتور عن قطاع الرياضة. عذراً عبد الله. يسأل عن قطاع الرياضة، يقول هل هناك أي مشاريع سواء مشاريع شراكة أو تخصيص في قطاع الرياضة؟ من الأخ اللي سأل؟ أمين السويني. أيوة الأمين متواصل، هو حقيقة هلا. أمين من النشيطين في هذا القطاع. ما في حالياً مشروع في مشاريع المرتبطة بالرياضة، ولكن مثل ما ذكرت سابقاً الهيئة والقانون يسمح أنها ومرحبة بمقترحات تجي من الوزارات المعنية أو من الأفراد اللي تكون ضمن مجموعة المشاريع اللي الآن بنقيمها، لكن حالياً ما في، بس أكيد في مساحات كبيرة للاستفادة من البي بي بي. بس هو دائماً نقول لما تكون الأرقام أهم شيء العدد والكثافة يعطي جدوى للمشروع، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون في مقترح من الأخ أمين وأمثاله المهتمين بالرياضة يعني. نعم، إذن عمل كبير ينتظركم دكتور خلال المرحلة القادمة، سواء على نطاق مشاريع الشراكة أو حتى على نطاق مشاريع التخصيص. وأكيد أنه مع المتغيرات اللي حدثت مؤخرا بسبب جائحة كورونا وحتى الظروف الاقتصادية يضاعف هذا المسؤولية اتجاه الهيئة في وجود فعلا نماذج ناجحة. هل هناك استراتيجية معينة أو إطار زمني معين لتحقيق جملة من هذه المشاريع تشتغلوا على هذا النوع، ولا لا زال مبكر الحديث عن هذا الموضوع؟ لا، هو طبعا لابد أن يكون في خطة عمل واضحة. بالتالي من بعد صدور المرسوم مثل ما ذكرت عملنا على خطة على ثلاث مستويات، جانب مرتبط بالهيئة وتهيئة الفريق العماني أيضا، وهي هيئة جديدة مرحلة النشأ وتطوير إجراءاتنا الداخلية، وجانب له علاقة بالتثقيف والتوعية والتعامل مع الجهات، والجانب اللي يمكن يهم أكثر المستمعين اللي هو المشاريع. بالتالي عملنا تقريبا تقدير للخمس سنوات القادمة مشاريع البي بي بي بالدرجة الأولى شراكة، اللي نعتقد حسب تقديرنا للمشاريع الحالية أنه بتبدأ ترى النور. ففي عدد موزع خلال خمس سنوات القادمة، ما يحضرني والله الآن الرقم، ولكن في عدد معين وبنسعى أنه نحقق هذه الأرقام. في المرحلة الأولى دائما أنا أقول يحتاج نوع من الصبر. لما أنت تبني بناية تحفر الحفر ومراحل التأسيس تأخذ نوع من الوقت والصبر، ولكن فجأة تظهر المشاريع. والآن احنا في هذه المرحلة في عدد كبير مثل ما ذكرت من مشاريع في مراحل تقييم مختلفة. متفائل بإذن الله مع بداية الخطة الخمسية القادمة السنة القادمة، كثير منها بيبدأ يرى النور تباعا وبأعداد متزايدة سنويا، لأنه الـ كلها ماشية الآن بشكل متوازي، واللي بإذن الله المشروع الأصغر الأقل تعقيد بيبدأ يظهر واللي بعده تباعا. وبالتالي إن شاء الله متفائل الخطة الخمسية القادمة حيكون فيها عدد من المشاريع الملموسة اللي المواطنين بيشوفوها على أرض الواقع بإذن الله تعالى. هو يمكن 2020 ما كانت بداية مثالية، يعني مرينا بظروف صعبة في البلد. صحيح. بداية بأيام الحداد بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سلطان قابوس طيب الله ثراه، وبعدها جائحة كورونا مباشرة. صحيح. إن شاء الله نلتقط الأنفاس خلال الأيام القادمة. صحيح. دكتور أترك لك المجال لكلمة أخيرة لكل من يتابعنا ويستمع لنا الآن. يعني أولا حقيقة أشكركم على الاستضافة وأشكر المستمعين على تحملهم هذه الساعة ونص، إن شاء الله يكون فدناهم بحاجة. ولكن حقيقة واجب علي أن أشكر فريق عمل الهيئة حقيقة من الأخوات والأخوان اللي مرابطين حقيقة ويعملوا بكل جد وإخلاص ومستوعبين المسؤولية الكبيرة والأهمية أنه نتحرك في هذه المرحلة. فتحياتي لهم، كل فرد عملهم حقيقة استثنائي ونموذج حقيقة للشباب والشابات العمانيين اللي يتجاوزوا ساعات العمل من أجل وطنهم، يعني والله يحفظهم بإذن الله تعالى. والشكر الجزيل لك الدكتور ظافر بن عوض الشنفر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإن شاء الله اللقاءات القادمة اللي تجمعنا لتقييم المراحل إن شاء الله بعد إنجازها بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا جزيلا لك. أمين. دكتور، وشكر موصول لكل من تابعنا عبر تردداتنا
وكذلك لجميع من تابعنا عبر البث المرئي المباشر. تعليقاتكم ومشاركاتكم حاولنا ننقلها بطريقة أو بأخرى للدكتور وتم الإجابة على يعني جزء كبير منها. لكم منا أجمل التحية. كانت معكم في الإعداد جميلة الزيدية، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المري أحمد العزيز. نلقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.